قلت لك فاش خدامه في الديور 15 يوم باش دخلت عند شي ناس. انا ديما كنخدم في الديور، ما عمري ما وقع ليا بحال هذا المشكل. خدمت عند شي ناس، يعني المراه مولات الدار اللي داتني اللي خدمت عندها الله يعمرها دار، ولكن فاش مشات هي الخدمه نهار يومين في رمضان، نهار 16 في الشهر قبل رمضان بيومين، دخل راجلها وبغى يتكرفس عليا. قلت ليه لا مجوجة وعندي ثلاثة ديال الدراري. هو دخل راه كان عنده الفلوس فوق الطابلة شي 40 بحال هكاك، هو يبقى يشوف فيهم وكيقول لي غنتهلا فيك، يعني بغى يغويني بالفلوس. قلت ليه سيدي انا راه عندي رزقي باش نعيش وخدامة بعرك كتافي وعندي الوليدات، خليني عليك في التقار. ضربت ليه يدي طلعت للسطح. فاش هبطت من السطح بقيت كنخدم هكا كنكمل شكايه باش نخرج، وكان عمر شي مخد باش نخرج بالزربه ما نخليش الروينه ورايا. هو يدخل معاه ضابط شرطه صاحبه، هو يجبدني للبيت. قال لي الا ما اعترفتيش بان سرقتي راه هو شكون هذاك، راه ضابط شرطه غيهبطك دابا فين ترباي وغيعطيك جوج ترشات وتقري بان راك خونتي ليا. قلت ليه سيدي ما خونت لك والو، انا عندي رزقي الا بغيتي انا نعطيه لك. فاش داني لذاك الضابط قال لي داك الضابط شتي الا ما عرفتيش بهذا السيد راه كيخونتيه، انا ودابا حنا وياك بجوج هنايا ثلاثه بينا هنايا ما كاينش اللي غيفكك منا، غنعيط على الطوموبيل ويديك دابا يهبطوك لاكاب وتقرب الزاز منك وتاكل العصا وما ترجعيش عند ولادك. وهددوني وحيد لي لاكارت في الدار، وقلت ليها انا ما عنديش ما سرقت لك ما والو، الا بغيتي الفلوس زيد معايا نعطيهم لك. وحيد لي لاكارت في الدار وهبطوني للبنكه. الضابط بقى في الطوموبيل، هو دخل معايا البنكة، هو اللي عطى لاكارت ناسيونال البنكة وقال لي جبدي جوج المليون ونص. وديك مولات البنكة انا كنبكي وما قدرتش نقول شي حاجه نحيت تحت التهديد، خفت نحيت. قال لي ما تروحيش عند ولادك الا درتي شي حاجه شي حركه ماشي هي هذيك. وجبد جوج المليون ونص وعطاتها لي مولات البنكة ودارها في الجوا وشد لاكارت خشاها في الجيب ومشى بحالاته. يعني صافي مشيت انا بحالي. ولا غد لهيه رجعت عنده كنزوق فيه باش يعطيني لاكارت ديالي باش نخدم على وليداتي، وما بغاش نحيت. قال لها جبدي هني مولات البنك راه ما عليها والو. داكشي اللي قال ليها نحيت انا معاه، حيت انا راه تحت التهديد، هما ما درت حتى شي حركه اللي غتنتير الانتباه ديالهم حيت انا خايفه. جبد الفلوس نيت ليه صافي عطيتهم ليه بخاطري، ما درت حتى شي حركه حيت انا كنت تحت التهديد. الضابط برا كيتسنى وخفت، ثلاثه ديال الوليدات عندي ومجوجه، خفت من المشاكل. ورغم ذلك مشيت بحالاتي ويعني وبكيت وتمحنت وبكيت ومشيت بحالاتي. عيطت للسمسار اللي داني عندهم، عيطت ليه قلت ليه ديري شي خدمه اخرى دبر لي على خدمه. دبر لي عيبقى واحد السيمانه ولا ما عرفت اكثر، عيط لي قال لي كاينه خدمه جي عندي مع 10:30 ديال الصباح. مشيت عنده بقيت كيتسناه، جا عندي هزني في الطوموبيل داني لواحد الفيلا شارعي لي كينيدي. ومشيت لديك الفيلا شارع كينيدي ودخلت حلت واحد السنغالية. دخلت السمسار مشى بحالو، انا على اساس كنتسنى مولات الدار تهبط عندي، بقيت كنتسنى مولات الدار تهبط عندي. هو يدخل، هو داك اللي تكرفس عليا دخل هو وقال لي يا صحاب كيف لتي مني. هو يدخل بقيت كنزاوق فيه ونرغب فيه، بعد مني عطيني اتساع اش بغيتي عندي، وحيد لي لاكارت تما وخرجني من تما. قال لي سربي سربي الا ما خرجتيش من هنا غيجيو لك البوليس. وتبعتون اني انا كنخاف، تبعتو مشيت معاه في نفس الطوموبيل فيمي ودو بورت كحله. خرجت من تما مشيت معاه داني ديريكت لكاتب عمومي اللي في حي بورغون، داني لتما وكتب كاتب عمومي بان انا كانت سالية مليون ونص بان انا خونتها ليه من الدار وما قدرتش ندوي. قال لي لا درتي شي حركه ما تروحيش عند ولادك. ودام خرجني من تما ثاني وداني المقاطعة وسنيت معاه بأننا خاونا ليه مليون ونص. وركبني في الطوموبيل قال لي هذا التعريف ما قدا ليا والو، غنديك تعترفي ليا عند البوليس بأن راك خاونا ليا. وأنا ديك الساعة بالخوف قلبت ليه البولة في الطريق، قلبت ليه البولة وهو يوقف وأنا نحل الباب هربت. هو كيكون في فين كنت خدامة في الأول الشارع عين طاوجدات موبل 14، وفين داني نهار الثاني باش يدار ليا فخ فيلا شارع كينيدي فيلا 6. ما عرفتش سيدي كنصح انا دابا اللي خدامات في الديور يديروا في اتونسيون لمالين الديور، راه كيديروا فخ العيالات وانا مجهه بجوجه وعندي الدراري الصغار. ما عرفتش ما بقاتش يعني
الثقه وما بقاش الامان وما بقاش حتى حاجه سيدي. لما درتيش معاهم داكشي اللي بغاو كيعترفوا بك بان خونتي لهم بان سارقه ما عرفتش. دابا دا ليا رزقي وهذاك الرزق الله ردوا ليا واحد السيد كنت مسلفو ليه، ردوا ليا وعندي عمليه، عندي الاوراق كاع ديال العمليه، عندي خصني ندير العمليه. وداك نهار 15 مشيت للطبيب باش ندير عمليه، صدق هو دا ليا كلشي. دابا ما دابا درت شكايه ودفعتها للوكيل الملك ما عرفت شنو غايدير معايا. كنصح الدريات اللي كيخدموا في الديور يديروا فوق اتونسيون مالين الديور. كنطالب يرد لي على كارت ناسيونال باقي عنده، باقي حديدها ليا باقي عنده. وكنطالب يحيد لي داك الاعتراف اللي دار ليا بان راني خونتني وانا ما خونت ليه والو، ويلا يهدى سيدي ربي وبغى الحلال يرد ليا فلوسي اللي خون ليا صافي. وكنطالب من القانون حيت هذه عصابه كبيره اللي كدير الشرع يديها وكدير الفخ العيالات هكا كيديوهم لهنا ولهنا، راه عصابه كبيره. مهما خونت ليه يبلغ عليا السلطات المحليه هما اللي غيتكلفوا بالامر، ما يديرش هو شرع يديه.